بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة ومهنية إن شاء الله. بمناسبة رمضان نقول لكم كامل رمضان مبارك، تصوموا كامل بالصحة والهنا إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم إذن بمناسبة رمضان رايحة تكون وصفة رمضانية بامتياز، دولمة بطاطا وقرعة باللحم البقري، وصفة ولا أروع، يعني صدقوني وصفة هايلة وبزاف بنينة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة. ما تنسوا تنسونيش بلي جام لا فيديو، ابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة الى المقادير وطريقة التحضير وفرجة شيقة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع هذه الوصفة اللي قلت لكم، دولمة بطاطا وقرعة باللحم البقري. انا دائما في اول يوم تاع رمضان ندير طبق من اطباقنا التقليديه، اليوم فضلت اني ندير دولمه. بسم الله، دوك نعطيكم المقادير. عندي هنا بطاطا، ديروا على حساب واش يكفي العائله تاعكم. اللي راني بطاطا اللي راني نقيتها وشللتها مليح وخويتها كما راكم تشوفوا، هي والقرعه. انا خليتهم هكذا، خيرت حبات متوسطين خليتهم هكذا، مقسمتهمش على زوج. عندي طرف تاع اللحم اللي رايحين نبنن بيهم المرقة باش تجيني المرقة تاع الدولمة بنينة. نحتاج حبة بصل كبيرة وحبة طماطيش. البصل راني رحيته في الأشوار هكذا رقيق، والحبة تاع طماطيش ثاني كيف كيف. نحتاج شوية حميصة، معدنوس، توابل اللي رايح ندير دولمة تاعي، مرقة بيضة. نحتاج الملح، فلفل كحل، شوية قرفة، وشوية كركم يعطيني لون شباب الدولمة تاعي. عندي هنا شوية لحم مفروم. دوك نبداو على بركة الله نحضروا المرقة، من بعد نولوا للحشو تاع الدولمة. بسم الله، دوك في لاكوكوت رايحه ندير حوالي زوج حتى ثلث مغارف تاع الزيت، نزيد نص مغرف تاع السمن. الاطباق التقليديه تاعنا يجو بزاف بنان بالسمن، ضروري هكذا نديرو شويه سمن ولا شويه زبده. ندير الطرف تاع اللحم هكذا يتقلاو شويه قبل ما ندير البصل. بسم الله، وكي تقلى لي شويه اللحم راح نضيف البصل. هاكا نخلي برك شويه باش نديرو في الحشو. كي راهو هكذا البصل مقطع رقيق بالخف يذبل، راح نضيف طماطيش. نزيد التوابل اللي قلت لكم، شويه قرفه، شويه فلفل كحل، ملح، وشويه كركم. الكركم راح يعطينا لون شباب للدولمه تاعنا. هذو هما التوابل اللي نديروهم في كي تكون المرقة بيضة. الحميصة راهي طيبة نخليها حتى الاخر. هنا رايحة ندير برك شوية شوية معدنوس، نخلي ذوك اللحم يتقلى مليح مع البصل والتوابل. دوك ندورو الحشو تاع الدولمة. عندي هنا كيما قلت لكم شويه لحم مفروم، درت له زوج مغارف تاع
تاع الرز اللي غليته 5 دقائق في الماء والملح. عندي نص حبة بصل، شوية خليت تقريبا ربع حبة تاع بصل رحيته رقيق، شوية معدنوس. بكرة حان ندير له شوية فلفل كحل، شوية تاع الملح، دير حوالي مغرف تاع زيت، دوك ندير ثاني شوية تاع، عندي هنا حبة بيض صغيرة ندير منها شوية ونشوف ولا خصني نزيد. بسم الله، دوك نحرك كامل هذه المكونات باش يندمجوا لي ويجوني، يعني يدخل فيهم الملح والفلفل الكحل، هكذا يندمجوا كامل المكونات. بسم الله، نسيت بسم الله. هكذا خلاص. دوك قبل ما نبدا نحشي البطاطا والقرعة تاعي، عندي هنا شوية ملح شوية فلفل كحل، راح نخلطو هكذا. ندهن كامل الحبة تاع البطاطا هكذا بالملح والفلفل الكحل باش ما تجيناش البطاطا صمتة، تجينا بنينة بنينة الله يبارك. القرعة ثاني كيف كيف هكذا. هكذا حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي، ضروري هكذا تدهنوها مليح تعطيكم نتيجة ما شاء الله. دوكي تروحوا تكملوا كامل الكمية تاع البطاطا والقرعة اللي عندكم، نحشوهم هكذا. بسم الله، نعمر معاكم نحشي معاكم حبات من بعد نكمل الباقي. ضروري هكذا ضغطوا مليح باش هكذاك الحشو ما يخرج لناش هكذا. بهذه الطريقه انا رايحه نكمل كامل الكميه هذه اللي عندي بعد نولي لكم ان شاء الله. اوكي، كملت حشيت كامل البطاطا والقرعه كيما راكم تشوفوا. عندي هنا مقله رايحه ندير فيها شويه تاع الزيت هكذاك، حوالي 3 حتى 4 مغارف تاع الزيت. نزيد مغرف تاع زبده هكذا، مغرف تاع زبده. يعني في هذه المرحلة تقدروا تديروا القرعة والبطاطا تاعكم في المرقة، طيب في المرقة ما تحمروهاش، اللي تحب تحمرها ثاني كيف كيف، يعني تزيدوا بنة على بنة الدولمة تاعكم. هذه المرحلة صدقوني يعني تجي بها الدولمة بنة على بنة الله يبارك. بسم الله، دوك راح ندير البطاطا نحمرها من كل جهة باش نقلبها، يعني من كل جهة باش تتحمر لي كامل. القرعة ثاني كيف كيف، كي نحمر البطاطا نزيد نحمر القرعة. هنا البطاطا خلاص راهي تحمرت كيما راكم تشوفوا، دوك راح نحيها. هكذا هنا ما راهيش طيبه برك، راهي يعني خليتها برك باش تحمر ماشي باش تطيب. هكذا دوك رايح ندير ثاني القرعه. هكذا
بعد ما طاب اللحم في لاكوكوط راني فرغته في طنجره عريضه باش هكذاك ندير البطاطا تاعي طيب. بسم الله راني درت الحميصه دوك رايح ندير البطاطا. بسم الله قلت لكم هكذا في حاجه تكون عريضه خير باش ما تجيناش حبه فوق حبه. نسيت ندير القرعه الظلمة تاعنا كيما راكم تشوفوا راهي خلاص طابت والجمرات جات ما شاء الله. دوك ما بقى لي غير نزيد لها هكذا رشه خفيفه برك تاع فلفل كحل شويه معدنوس والوصفه تاعنا راهي جاهزه. نولي ليكم فيما بعد باش تشوفوها في طبق قديم ان شاء الله. الظلمة تاعنا كيما راكم تشوفوا راهي حاضرة في طبق التقديم راهي تشهي ما شاء الله جات في منتهى الروعة. ظلمة بطاطا وقرعة باللحم البقري مرقة بيضة صدقوني وصفة ولا أروع. طبق يستاهل انه يتحط على مائدة رمضان. رمضان كريم للجميع تصوموا كامل بالصحة والهنا ان شاء الله. هذه هي لفيديو تاع اليوم نتمنى انها تنال اعجابكم وجدتكم خفيفة ظريفة على قلبكم ان شاء الله. ما تنسونيش حبيبات قلبي بلي جامل فيديو ابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. رمضان كريم مرة ثانية تصوموا كامل بالصحة والهنا. احبكم في الله والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.